وحدات الطرق الوطني لولاية ورقلة صبيحة هذا اليوم حوالي الساعة 1:30 صباحا، على إطار وقوع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 49 المؤدي إلى بلدية حاسم سعود، حيث تم تقديم يد المساعدة للمواطنين وتسهيل حركة المرور على إطار وقوع هذا الحادث. حسب المعلومات الأولية المتوفرة لدينا، إذن كما قلت هذا الحادث كان انفرادي على مستوى الطريق الوطني المزدوج رقم 49 المؤدي إلى بلدية حاسم سعود. إذن لما كان سائق المركبة متجه صباحا إلى عبر هذا الطريق الوطني 49 ونتيجة السرعة يعني المفرطة وعدم تخفيض السرعة في المنعرجات فقد السيطرة على المركبة فانقلبت به عدة مرات واستقرت على الحافة اليمنى للطريق. إذن خلف هذا الحادث للأسف وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى أو المؤسسة الاستشفائية العمومية في ورقلة. وفتحت فرقة الطرق الوطني تحقيقا في حيثيات هذا الحادث الأليم. نعم، إذن التحقيقات الأولية ربما في عين المكان، إلى ما هي النتائج التي توصلت إليها؟ هل أرجعت ذلك إلى السرعة المفرطة، استخدام السائق للسرعة المفرطة، أو من جهة أخرى نتحدث عن ربما عدم أخذ السائقين لقصد كافي من الراحة خلال تنقلاتهم الليلية، والحادث وقع في صبيحة اليوم الباكر وقد نصحت الصفحة الرسمية للدرك الوطني الطريقي بمستخدمي الطريق بتفادي السياقة أثناء الشعور بالنعاس أو الشعور ربما بالتعب والإرهاق الشديد؟ لا، بالنسبة لظروف الحادث وكما يعني بعد قيام محققي أو تقنيي حوادث المرور بالمعاينات الأولية وحسب ما قلت المعلومات الأولية سبب الحادث يرجع إلى عدم تخفيض السرعة. تخفيض السرعة في المنعرجات، إذن السائق كان يسير بسرعة يعني نوعا ما يعني سرعة زائدة، إذن ونتيجة عدم تخفيضه للسرعة انقلبت به المركبة عدة مرات. إذن السائق من مواليد 1993، إذن بالنسبة للإرهاق والتعب أكيد يعني خلال الليل يزيد الإرهاق والتعب وينقص التركيز لدى السواق، خاصة السواق اللي يقودوا يعني المركبات لمسافات بعيدة، بينما يعني هذا السائق من لدينا يسكن عبر إقليم ولاية ورقلة، إذن نعم. ما كانش يتنقل يعني من ولاية إلى ولاية إلى أخرى، ولاية كان أخرى. يتنقل نعم كان يتنقل عبر ولاية ورقلة وبالتحديد وسط يقطن يعني بوسط ولاية ورقلة، إذن حوالي يعني حوالي 50 كيلومتر من الولاية الحادث وقع بهذه النقطة. إذن دائما ننصح السواق ونقول لهم ضرورة تخفيض السرعة خاصة خلال الليل، خلال الليل يعني التركيز ينقص مثلا، وخاصة بالمناطق لما تكونش فيها إضاءة، ربما تكون فيها نقاط ومقاطع سوداء، ربما تكون فيه منعرجات ما تبانش يعني للسواق، إذن يجب تخفيض السرعة خاصة في ظل هذه التقلبات الجوية من زوابع رملية ورياح قوية ربما تؤدي إلى تراكم الرمال على مستوى شبكة الطرقات، يعني بين عشية وضحاها يكون فيه رمل على مستوى هذا الطريق، خاصة المناطق الصحراوية ربما تكون فيه يعني الإبل السائبة تتنقل عبر شبكة هذه شبكة الطرقات. إذن دائما يجب على السائق أن يكون يقظ، أن يكون يعني يلتزم بقواعد السياقة السليمة، خاصة التخفيض من السرعة والتنقل بسرعة حسب خصوصية الطريق من أجل تفادي حوادث المرور والوصول بسلام.